صباح الخير لكم من جديد مستمعينا، وكنستقبلوا عبر حروف الزين إيمان تازي الأخصائية في التحاليل الطبية التغذية والتجميل. صباح الخير إيمان تازي. صباح النور لهنا، بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. إذا سالت العطلة ديال الأطفال بدينا عاوتاني الفياق بكري، دائما احنا الفياق بكري ديما توجد في الصباح. لا ولكن شو الناس نسوا الطياب الغداء ويدي لهم الماكلة تبغي صح. إذا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إحنا كلنا شوق دائما وفي انتظار هذه الفقرة هذه التقديم الجديد في عالم الجمال الصحي لبغينا نسميه أفضل تسمية. غادي نحاولوا هذا الأسبوع إن شاء الله نعطيو وصفات متنوعة لكل يوم، نعطيو يعني معلومات ووصفات لعضو معين. نعم. غادي نتكلموا على المهبل ونظافته صحته، غنتكلموا على الفم نظافته صحته ايضا، ونتطرقوا لمجموعه من المعلومات المختلفه ان شاء الله. نعم تفضل. اليوم غادي نتكلموا على النظافه ديال المهبل وكيفيه يعني تفادي دوك الافرازات اللي كتكون الرائحه ديالهم غير محببه. نعم. دونك حنا كنعرفوا ان المهبل ديجا عنده بكتيريا نافعه كنسميوها حنا الفلور نورمال. هاد البكتيريا النافعه يعني هي تتحافظ على التوازن ديال 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 المهبل ديالنا، واي خلل فيها او بالاحرى في التوازن ديالها كينتج عليه ضرر. هاد الضرر مثلا تيكون يعني عباره على كيترجم في اعراض بحال مثلا الحكه، بحال مثلا الافرازات اللي تتكون اللون ديالهم كيكون لي مختلف على الطبيعي، وايضا حتى الريحه ديالهم ما كتبقاش هي هذيك. دونك اول متهم واللي تنصحوا الناس انهم ما يبقاوش يستعملوه اللي كيتهم يعني في احداث هذا الخلل هذا على مستوى المهبل هو الصابون. نعم. دونك الصابون الى غسلنا به يوميا شنو كيعمل؟ كيخلق لينا، كنا ديجا تكلمنا على تاثير ديال الصابون على الجلد وكيفاش انه تاثر لينا على البي اش ديال الجلد، وبالتالي تحفز على انتاج يعني حب شباب، على الجفاف ديال الجلد ومجموعه ديال الامور. وقلنا بانه يعني البديل يعني صابون ممنوع انه يتعمل على الجلد، والبديل هو عمل يعني واحد لوجيل اللي كيكون منظف ا بي اش نوتر محايد. كنقولوا الصابون يعني جميع انواع الصابون، حتى صابون هذه الحجره، حتى الصابون اللي برائحه. نعم نعم نعم، خاصه اللي برائحه. وقلنا ايضا انه في نفس يعني في نفس نفس المبدا كينطبق على الصابون اللي عملناه على غسلنا به المنطقه ديال المهبل، خاصه اللي عملناه كل يوم، فهو تيؤدي الخلل في البي اش ديال هذا المهبل هذا، وبالتالي هذا الفلور نورمال هذه البكتيريا النافعه والصديقه اللي كتكون ما تيوقع عليها يعني خلل في التوازن، وتيولي البكتيريا اللي كتكون عاديه كتعيش عادي كتكاثر، وبالتالي كتولي ضاره، وهي اللي كتولي مسؤوله لنا على دوك الروائح اللي المختلفه اللي اي سيده ما تتبغيش انهم يكونوا. دونك الحل انه الغسل تيكون بالماء والماء الدافئ، يكون يعني غسل جيد، ومره في الاسبوع يتم الغسل بغسول خاص بالمنطقه الحساسه اللي تكون درجه الحموضه ديالو محايده، يعني ا بي اش تساوي 7، وهذا موجود في الصيدليات. يعني الثمن ديالو رخيص، مده الحفظ ديالو طويله وجيد جدا. هذا من جهه. دونك قلنا اول حاجه اننا ما نغسلوش بالصابون، ثاني حاجه نغسلو بالماء دافي، ثالث حاجه البديل هو غسول خاص بهاد المنطقه هذه، رابع حاجه طريقه ديال الغسل. وهذا انا يعني كنت فاز كثير من السيدات ما تعرفوش طريقه ديال الغسل الصحيحه للمنطقه الحميميه ورا، ان طريقه ديال الغسل دائما تتكون من الامام للخلف، يعني من منطقه المهبل نحو يعني المؤخره، ماشي العكس. علاش؟ الا عملنا العكس في الامعاء اللي تيجي البراز محمل بالبكتيريا الصديقه ديال الامعاء، لكن هذه صديقه في الامعاء، ملي كتهاجر منطقه الامعاء لمنطقه اخرى يعني المهبل فتتولي ضاره، يعني اي بكتيريا تنحيدها من الموطن الاصلي ديالها وتنديوها لبلاصه اخرى، فبالتالي تتولي ضاره، وهذا تيؤدي لمجموعه من الالتهابات، وغالبا تلقاو هذه الالتهابات اللي تتكون على مستوى المهبل من نوع بكتيري تيتسمى اشيغيشيا كولي، وهذا اللي كيكون كيعيش في الامعاء واحد عادي جدا ما تيسبب حتى شي حاجه. دونك في المرحله ملي تبغي السيده تغسل من الامام نحو الخلف ماشي العكس، الماء ما يكونش بارد يكون دافي،
هذه تعمل غازو الخاص كيف قلنا، ثم بعد ذلك أنه ترد البال إذا كان عندها يعني الديدة المعوية الحنيشات هي أو الطفل ديالها، لأن الديدة المعوية إذا كانوا عند واحد في البيت فهو تيعادي العائلة ككل، فيحاولوا أنهم يعملوا لو تريتمون العائلة كاملة هاد الديدة المعوية، ونتابعوا حتى البنيات الصغار إذا كان عندهم، فهما تيعملوا بحال أمشي تاكسي تينقلوا لنا الطفيليات ولي بارازيت وحتى لي باكتيري وديكشي، وتينقلوهم من الامعاء نحو المهبل لانهم تهاجروا بواحد السرعه بوحديتهم، ما تينتظروش يعني وسيط ولا شي حاجه، دونك هادو يتعالجوا. ثم بعد ذلك كيف قلنا البيكيني ضروري انه يتغسل مزيان اولا، ما يدارلوش جافيل، ويتشمس مزيان، ولا ما كانتش في الوقت اللي ما كيكونش الشمس او المدن اللي ما تتكونش مشمسه على الاقل يتعمل له المصلح ويكون ديال القطن ماشي ديال شي ماده ماده اخرى. دونك هادو نصائح عامه، كاينين بعض الحلول الطبيعيه ولكن النظافه كتبقى هي الاساس، هي كل شيء. دونك الحلول الطبيعيه اما كيتعمل بيكربونات الصوديوم، كنظن كتعمل ملعقه في واحد لتر من الماء، المهم كيكونوا لي كونسين الارشادات يكونوا في لابواط اللي كتباع في الصيدليه ديال بيكربونات الصوديوم، ولكن الاستعمال ديال بيكربونات الصوديوم ايضا ما كيكونش يوميا، بل فقط مره في الاسبوع. علاش؟ لانها تتنشف المهبل ولا نشف المهبل تنرجعوا لنفس القضيه تاثير على لو بي اش. دونك وكيكون بعض الاعشاب مثلا الخزامه زعتر هادو يعني حتى ملي كيكون البرد او لا حاجه هكذا، فمن الافضل كيكون بخار ديالهم او لا غسول بهم، على غير نراعيو ان الاعشاب تكون مغسوله جيدا، سينو كنستعملوا زيوت العطريه. نعم، ولكن اثناء فتره الحيض ممنوع استعمال هاد الحمامات البخار او حتى الغسولات؟ نعم بالطبع، هو خاصه فتره الحيض فين كيكونوا مشاكل اللي كتعاني منه السيده، يعني مشاكل ديال الرائحه تقدر ما يشمهمش واحد اخر، وتتكون هي تتحس بهذاك عدم الارتياح. دونك هنا كتخصها اولا تغسل مزيان، هنا تولي يعني الغسول تقدر تستعمله يوميا، ولكن ماشي يعني ماشي كل حيت كاين بعض السيدات كل مره دخلت الماء حتى تغسل بالغسول المنظف، وهذا لا، دونك كتغسل به كنركزوا على نعم وكنركزوا على الفوات الصحيه انها تغير يعني يتعملوا حتى اكثر من 4 ديال الوحدات في اليوم الواحد. و يعني هاد الحمامات ديال البخار بالعكس فهما من جهه او لا حتى الغاز اللي تكون من الاعشاب، هو من جهه تيحاول تساعد انه تنقيها وتعطي واحد الرائحه جيده خاصه الا وضفنا زيوت العطريه، ومن جهه اخرى انه تيحاول انه تيخفف عليها دوك الاوجاع ديال الحيض ولا ديال الطمث. اذا هنا كنذكروا باننا كنتكلموا بصفه عامه، كنتكلموا على الناس اللي ما عندهمش مشاكل، فهنايا اي مشكل لاحظناه عندنا على المستوى المنطقه الحميميه الا مباشره كيخصنا نشوفوا الطبيب المختص، لانه كيف كنقولوا ما معهاش اللعب. جوستومون وهنا يعني كيفاش كيكون هذا المشكل، باش انا باتيدات ما كيعرفوش يحددوا المشكل. المشكل انه كاينين الافرازات اللي كيكونوا نورمال طبيعيين، تيكونوا شفافين بحال الشكل ديال اللصاق، اللصقه يعني شفاف ما تيبانش هنا، وتيكونوا لزجين بطبيعه الحال. اما في حالات ما كيكونوا مشاكل، فاما كيكون افرازات بيضه بزاف وتتكون فيها الريحه ديال الخميره، وهذا هنا تتكون يعني الالتهابات السبب ديالها خبائر فطريات، ولا تيكونوا تالمو الريحه تتكون ديال العفن تتكون خايبه بزاف، وتيكون اللون يقدر يكون صفر، يقدر يوصل يعني حتى كيكون الدم في الافرازات. وهنا ملي تيمشيو عند الطبيب المختص ضروري ان اي طبيب، وكان يعني كنطلبوا من الاطباء يعملوا معنا هذه القضيه، اي طبيب يطلب تحليل المهبلي لو بريلف مولا، ما تيوقعش انا عاده غالبا ما كيتعطى انتيبيوتيك الارج سبيكتر، يعني انتيبيوتيك اللي كيقضي على كل شيء، وهذا الانتيبيوتيك غالبا ما كيضر البكتيريا النافعه، وبالتالي مره اخرى الى عوده السيده الالتهاب تيكون التهاب اكثر خطوره، وثانيا تيكون الميكروبات تكون اكثر مقاومه للدواء، وهنا تتوقع السيده كيولي
كتولي الدواء العلاج مده طويله جدا وكتولي عندها امراض ديال المعده وقيس على ذلك. دونك سنطلبوا من الاطباء في المختبر كتحددوا نوع الفطر او نوع البكتيريا كيجي عندنا بريليفمون كنعملوا له زرع حتى نيدونتيفيوه لا بكتيري او لا الهويه ديالو وحتى لا دوز بريسيز يعني المقدار المحدد ديال المضاد الحيوي. فبالتالي تيمشي ملي تترجع السيده نتائج تحليلها ما تلقى حتى شي مشكل تيتم العلاج يعني باقرب وقت مده قصيره جدا كتكيس على الجيب ديالها وكتكيس على الصحه ديالها وكتفادى اعراض اخرى جانبيه. نعم اذا هذا جانب. هل هناك وصفات طبيعيه خاصه بهذه المنطقه الحميميه للمساعده يعني على الرائحه الطيبه وعلى النظافه لمده اطول؟ نعم كيف قلنا هنا كيتم يعني سواء تعطير الجسم ككل هنا كيكونوا املاح ديال اللي كيتعملوا في البينوار كيف قلنا كنساعدوا بكربونات الصوديوم وكيف كنقولوا كذلك كيتستعملوا اعشاب عباره على حمامات بخار او لا عباره على غسول من ضمنها مثلا الخزامه اللي هي اللي شهيره في هاد في هاد في هاد الاستعمالات. نعم سينو الغسل تنشيف ولبس ديال الملابس الداخليه قطنيه والشمس يعني تشمسوا مزيان كيبقى الأحسن وسيلة للوقاية. شكرا جزيلا إيمان تازي الأخصائية في التحاليل الطبية التغذية والتجميل. إلى يوم غد بإذن الله. إلى اللقاء.